يريد تحرير فلسطين. اننا باش ندعموا الاخوه الفلسطينيين على هذا العدوان الهمجي ديال الصهاينه المجرمين. وكنشوفوا دابا حاليا للاسف ان جميع الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه كتقوم بالدعم ديال الصهاينه، ولكن للاسف غزه والمقاومين في غزه للاسف ما كاينش اللي التفت لهم ولا قدر انه يدعمهم ولو بكلمه ديال الحق. كلشي تراجع للور وخلى اسرائيل كتدعم حاليا من الولايات المتحده ومن الاتحاد الاوروبي، ولكن للاسف غزه ما كاينش اللي كيدعمها لا في الدول الاوروبيه ولا في الدول العربيه. كتبان لي هذه الحرب في الحقيقه هي نعمه ونقمه بجوج. هي نقمه للاسف لانه كاين واحد الكيان غاصب محتل اللي خدا الارض اللي ماشي ديالو، ونعمه لان الحمد لله الان اللي كيوقع هو انه كاينه شهاده وهذا جهاد في سبيل الله، وكيرتقي كل يوم كيرتقيوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ان شاء الله غادي يقربهم لله سبحانه وتعالى. وهذه قضيه امه ماشي قضيه فلسطين فقط. خصنا حتى حنا نضامنوا مع رياسنا بعدا شويه، فهمتي؟ نشوفوا المواد الغذائيه اللي ولات صاروخيه، نشوفوا المازوت للاسف اللي ولا واحد الثمن اللي ما كاينش في العالم كاع. ورغم ان للاسف ان كنشوفوا ان الحكومه ديالنا للاسف كتاخذوا بواحد الثمن اللي رمزي مع عند روسيا وكتعود فيه البيع لينا حنا، يعني كدير لنا الشونطاج وكدير لنا البيزنس بواحد الثمن خيالي.